المثال الثالث، وهني الطامة الكبرى اللي وقع فيها، يقول: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. يبدأ بالاستهزاء، يبدأ بالاستعشيم، يقول: إلى أين تجري الشمس؟ إلى أين تجري الشمس؟ وبعدها هو يقول: أكو لي تعليق علمي على الموضوع. أحسنت رحمه الله. تعليق علمي يقول: الشمس ثابتة تدور حول نفسها بس، ولا تنتقل من مكانها، والأرض هي التي تدور حولها، فكيف يقول القرآن أن الشمس تجري وأن لها مستقر تسير إليه؟ منتهى الجهل، فعلا منتهى الجهل. ليش؟ أنا أقول الكلام موثق، أعطيك دليل، روح شوف أكبر. هيرشل فلكي في القرن السابع والثامن عشر، وهو اللي اكتشف أن الشمس في حركة متجهة إلى نجمة معينة، حركة انتقال، حركة انتقال إلى شمس، إلى مجموعة معينة تسمى البيغا، مجموعة العرب يسمونها مجموعة الجاذي، هيروكينس. أي واحد يحط هيرشل سنة كذا ويكتب هيروكينس يعرف شنو هذا، ما هي مشكلة. وتبعد عن الأرض 26 سنة ضوئية، يعني الشمس الآن متجهة لهذيك النجمة، فإذا تنتقل. أنت تجي تقول علميا أنا من وين عرفت؟ من وين يبدأ الرأي العلمي هذا؟ وأنت ناقصك علم، فلا تحكم القرآن بهالنقص العلمي هذا، راجع نفسك قبل ما تحكم. ما معنى الجري؟ أنت لو تلاحظ القرآن ما يقول عن الأشياء تجري إلا لما تنتقل من مكان لمكان، يقول شنو؟ وتلك الأنهار تجري. النهر شلون يجري؟ ينتقل من مصدره إلى مصبه البحر، من إلى بعد ما يرجع. لكن الشمس تسبح، القمر يسبح. ليش؟ لأن السبح عبارة عن حركة في دائرة أو في شكل بيضاوي، ترجع إلى نفس النقطة. لذلك التفاسير القديمة تلخبطوا بين شلون الشمس تجري وتسبح، فقالوا هني النقص في اللغة، هني النقص في العلم قصدي، قالوا السبح والنقل في اللغة العربية ممكن نأخذها مثل بعض، الجري والسبح نأخذه مثل بعض. لا يا عمي، الشمس تجري في نفس الوقت تسبح. ممكن للجسم علميا، ممكن يكون الجسم ترى كذا اتجاه في الحركة، ماكو أي مشكلة، ممكن يكون اتجاه هني وهني وهني، يسمونه بالنهاية محصلة الحركة، محصلة السرعة، بالنهاية يصير اتجاه واحد. فالشمس فعلا تجري وفعلا تسبح. إذا هذه السذاجة منا مو من المسلمين. أما الطرف الذي بالغ، عندي مشكلة مع هذول بعد، يعني الذي رفض مشكلته بينت، والذي بالغ، شوف مثال أنا لقيت على الإنترنت وناس يتكلموا عنه وبعضهم يتفاخر، مع أنه هو تفسير في منتهى العقلية الساذجة. يقول: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. شنو شاف؟ قال: شوف القرآن شلون يتكلم، شلون الإعجاز العلمي في القرآن، وينه؟ قال: يقول كانت وردة كالدهان، السماء وردة كالدهان، وين الإعجاز؟ يقول: شفت الصورة؟ صورة شنو؟ صورة سبين، شكله اللي يشوفها شكل وردة. بعضهم قال لا، شكلها شكل عين، الغرب يحطون لها شكل يسمونه آي كلاد يسمونها، احنا شكلها شكل وردة. فقال: ها، اذا هذا الاعجاز العلمي في القرآن الذي سبق العلم وسبق وتكلم. هذا سديم، سديم عبارة عن سحابة من الغاز اخذت هذا الشكل، وفي منها آلاف مؤلفة في المجرة، هذه مجردنا بس. شنو السماء كلها اختصرتها في سليم؟ كأنك قاعد تقول كل الكويت اختصرتها في دبوس، راس دبوس. هذا إعجاز.
هذه سذاجة التفكير، ولقيت أي آية تنصقها على القرآن بس. بعدين في أكثر من هذا، في هديم شكله شكل حصان، رأس الحصان يسمونه أرس، يسمونه رأس الحصان. وفي شكل آخر شكل فراشة، شكل ما أدري، أشكال موجودة. صدفة صادت إن أنت تصورت هذه وردة، رحت قلت وردة في الدهان حطيتها على السماء وحطيتها على القرآن، ويأتي واحد ثاني مع الأسف الشديد يعارض هذا، يقول ها شوفوا المسلمين شوفوا القرآن، يبدأ يتطنب ويستهزئ، كلام كله غلط بغلط. شيء ثاني، شوف هني بعد مشكلة أكبر مع الأسف الشديد، مصيبة أكبر. هم يبي يفسر الآية هذه، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. هني الحين عنده مشكلة، إنه يعني شنو خسف القمر؟ قال خسف بمعنى أذل، أذل معنى الله، معناها يوم قريب يوم القيامة القمر ينذل. نعم ينذل، شلون ينذل؟ قال لأن الإنسان هبط على الأرض على القمر، فالقمر صار ذليل، ومعناها خسف بالقمر، معناها يوم القيامة هي من علامات الساعة، وهذا القرآن سبق علمي مصيبة. فعلا كان ذلك أن يتكلم هؤلاء بهالكلام. الحين حتى نقول بعض الآيات لما قلت ساعة أن فيها أشياء علمية الواحد حير فيها، مثلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذه آية قرآنية كلنا نقرأها. مثلا تفضلوا علماء الدين فسروا شنو يعني فلا أقسم. الميزان للتفاسير المعتبرة يقول أقسم بمحال النجوم من السماء وإنه لقسم لو تعلمون عظيم تعظيما لهذا القسم. هاي تفسير أكثر من هذا. تفسير آخر، القسم حق بمساقة النجوم عند غروبها آخر الليل، هي أوقات التهجد والاستغفار، وإنه لقسم لو تفكرون في مدلونه عظيم الأثر. بس خلصت، وين العظمة؟ وين العظمة في التفسير هذا؟ ماني شايف أي عظمة أنا، ولا تفسير ولا شيء، كلام نفسه كررته مرة ثانية. شنو الجديد اللي جبته؟ شنو اللي ذهبت منه؟ ماكو شيء. لكن تعال شوف النظرة العلمية. آخذ مثال واحد أو مثالين. موقع نجمة بالنسبة للأرض هي الشمس. هذا الموقع جدا مهم. لو اختل هذا الموقع ما كانت حياة على الأرض. هذه عظمة ولا مو عظمة؟ مرتبطة بالحياة ولا لا؟ هذا واحد. الشيء الثاني، مواقع النجوم. أنا أتكلم الآن عن بحوث الآن جارية لتحديد، لأن من أصعب الأشياء في علم الكون والفلك هذا تحديد المواقع هذه، لأن كلها مسافات تقريبية، وكل ما كانت أدق كل ما تعرف معلومات أحسن. من المعلومات المهمة جدا في علم الكون معرفة عمر الكون. عمر الكون مرتبط ارتباط جدا دقيق في معرفة مواقع المجرات بالضبط. كل ما كانت المواقع هذه معرفتها أدق، كل ما كان عمر الكون يحدد بدقة. هذه لها علاقة بالكون ولا ما لها علاقة؟ أحد يقدر يفسر هالتفسير غير يكون له خلفية علمية؟ ما يمكن. ما ألومهم، لكن هذا حدهم. هذا حدهم، خلاص انتهى. مثال آخر، والنهار إذا جلاها. الآية تقول أو التفسير، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. شنو عن الشمس؟ شمس ضحاها، قمر إذا تلاها تلا الشمس، والنهار إذا جلاها. هني وقف كل المفسرون القدامى كلهم باستثناء تحيروا، شلون الشمس توضح النهار؟ ما يصير. اللي يعرفه أقول النهار توضح الشمس، اللي الواحد يعرف أن الشمس هي اللي تسوي النهار. شلون النهار يوضح الشمس؟ شلون تفهم هذا؟ إيش سووا؟ قالوا لا، القصد فيه بعضهم قال تنسب إلى أن ضمير قصدهم الأرض. الله قاعد يقول والشمس وضحاها
والقمر إذا تلاها النهار إذا جلاها عن الشمس. أنت قاعد تلف وتدور إيش حقك؟ لأنه ما عنده معلومة. وما ألومه. ما يقدر. ما يقدر يعرف هذا. هذه آية ما يقدر يعرفها. مهما كان علم قصدي من ناحية فقهية وتفسير وأحاديث ما يقدر. صفوة التفاسير هذه قراها من بعضهم. البيان أول شيء. والنهار إذا جلاها أي جل الشمس وأظهرها فإنها تتجلى إذا انبسط النهار ومضت منه مدة. صفوة التفاسير والنهار إذا جلاها أي وأقصى بالنهار إذا جل ظلمة الأرض. الشمس تجلي ظلمة الأرض. كلنا عارف شيء هذا. مو شيء جديد يعني. وكشف بنوره تفسير ابن كثير. يقول استشكل بالنسبة للآية والتغلب على هذه المشكلة أرجع الضمير إلى الأرض. الضمير صار إلى الأرض. وقال إذا جل البسيطة وأضاء الكون بنوره. مهولة. بعدين أي كشفها؟ فقال قوم جل الظلمة وإن لم يجد ذكرا كما نقول أضحت باردة. التفسير العلمي. شو التفسير العلمي؟ قبل ما قال تفسير علمي وانا قاعد احضر هذا لقيت واحد يستهزئ بالايه هذه. رجاء راح اقرا لكم اياه عشان انقل نقل امانه. صفحه اللاذقين والملحدين على الارض. جاي على الايه هذه. الشمس والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. الشمس يظهر الشمس، الشمس يظهر النهار يظهر الشمس والليل يخفيها. هذا يقنص يستهزئ. يقول في القرن السادس قبل الميلاد توصل الرياضي الشهير فيثاغورس الى ان الارض كرويه. هذا قاعد يعطي مقدمه ان شلون اليونانيين القدامى كانوا علماء وكانوا فاهمين، والحين جاء القران يتكلم في المواضيع هذه. والتي كانت كذا وكذا بالنهايه يقول والذي كانت بدون شك في متناول رجال انتبه على النقطه هذه والتي كانت بدون شك في متناول مثقفي القرن السادس الميلادي من أتباع الحضارة البيزنطية الهيلينية السائدة حينها في بلاد الشام ومصر، والتي كان لها تفاعل ونفوذ كبيرين على العرب. ومتوفر هذه المعلومات في محيط حياة محمد، يحب أن نتساءل عن كاتب القرآن والذي كان بصدد تأسيس حضارة، كيف نظر كاتب القرآن إلى الأرض والقمر والليل والنهار بعد نحو 1200 سنة من اكتشاف فيثاغورس؟ هذا المسكين ما يعرف أن في القرآن أكو أشياء تناقض الحضارة اليونانية، وثبت أنها غلط في الحضارة اليونانية، وثبت حديث أن القرآن صح. هذا المسكين ما يعرف الشيء هذا، وهو يقول أن الحضارة المعرفة الفلكية توصل لها الحضارة كانت منتشرة بين العرب. يعني فكر منتشر بين العرب من تأثير الحضارة اليونانية والقرآن جاء بنقيض، وبعد 1400 أو 1200 سنة ثبت أن القرآن صح والنقيض كان غلط. الحين هذا ما تخليك. مثال سريع، إذا النجوم طمست. الحضارة اليونانية تقول أن الأجزاء السماوية ما تتغير، القرآن يقول تتغير. شلون وين نخلي هذا الحين؟ من جاب القرآن الكلمة هذه اللي مناقضة تماما للفكر البيزنطي واليوناني والاهليني؟ من وين جت الفكرة هذه؟ من الصحراء. على رأيك محمد، واحد اسمه محمد قاعد بالصحراء، من وين جت الكلمة هذه؟ اللي في سنة 1936 أو 38 ثبت أن النجوم تتمس. من وين جت الفكرة هذه؟ هذا السؤال سألت فيه كذا واحد ما حد جاوب يعني. هو شو يقول بعدين؟ يقول يقسم كاتب القرآن على لسان الله في سورة الشمس والشمس وضحاها.